السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. منذ ان اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا يقضي بحظر مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحده الامريكيه ضمنها اليمن، وابناء الجاليه اليمنيه في الولايات المتحده يحاولون الدفاع عن حقهم في لم الشمل مع اسرهم في اليمن. من جانبها او من حينها اقيمت عدد من المظاهرات وايضا الوقفات الاحتجاجيه ضد هذا القرار، اولها كانت مظاهره وحمله اغلاق للمحال التجاريه في 2 فبراير من عام 2017، اي بالتزامن مع النسخه الاولى من هذا القرار، حيث اغلق اكثر من 1000 محل وشارك في التظاهره ما يزيد عن 6000 يمني امريكي. كما تظاهر أو نظمت مظاهرة في واشنطن حضرها قرابة 3000 يمني أمريكي تزامنا مع النسخة الثانية ومع تداول نسخة القرار الثالثة في المحكمة في 25 أبريل. أقامت جمعية التجار اليمنيين في أمريكا بالتعاون مع ناشطين حملة إغلاق محلات في كل ولايات أمريكا لمدة ساعة، وهدفت إلى التعريف بمعاناة اليمنيين هناك. الحكومة الشرعية من جهتها لم تحرك ساكنا منذ إصدار القرار حتى يومنا هذا. غياب تام لوزارتي الخارجية وشؤون المغتربين عن هذا الملف كبقية الملفات المتعلقة بالمغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم. عن آخر المستجدات في قرار ترامب المتعلق بمنع اليمنيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وعن دور الحكومة الشرعية تجاه هذه القضية سيكون موضوع الحلقة لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع سويا هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. كان وصول دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية حجر عثرة في طريق لم الشمل بين المغتربين اليمنيين في أمريكا وأسرهم في اليمن، فبمجرد وصوله سدة الحكم أصدر قرارا بحظر مواطني 7 دول من الدخول إلى أمريكا من ضمنها اليمن. القرار أثار ردود أفعال متباينة في أوساط المجتمع الأمريكي، فالبعض ذهب إلى تأييده كون 7 دول المعنية به تعاني من مشاكل وحروب قد يشكل دخول مواطنيها إلى أمريكا خطرا على الأمن القومي هناك حد قولهم. أما البعض الآخر فذهب إلى أن القرار يعد عنصريا كون الدول المدرجة في قائمة الحظر جميعها إسلامية، ليصدر ترامب قرارا بنسخته الثانية أضاف إليه بعض التعديلات بعد أن تم إسقاط الأول من قبل محكمة أمريكية. إلا أن القرار الثاني أيضا لقي رفضا واسعا ورفعت عدة دعوات قضائية لإبطاله من قبل محكمة أمريكية، فقدم ترامب نسخة ثالثة أضاف فيها دول تشاد وكوريا الشمالية وبعض المسؤولين من فنزويلا حتى يتجنب التهمة في كون القرار ضد المسلمين. لكن هذا القرار أسقط أيضا من قبل المحاكم الابتدائية والاستئنافية، إلا أنه رفع إلى المحكمة العليا وتم تداول القرار يوم 25 أبريل، ومن المرجح النطق بالحكم في أواخر شهر يونيو المقبل. الحكومة الأمريكية تقول إن اليمن أدرجت في قائمة الحظر بسبب عدم وجود آليات وسبل للتأكد من الهوية، وأنها قد طرحت على الحكومة اليمنية عددا من النقاط، لكن الأخيرة لم تحرك ساكنا حتى الآن بخصوص هذا الأمر، باستثناء تصريح السفير اليمني لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك، ومفاده أن السفارة تواصلت مع الجهات المعنية بخصوص أن الجوازات لم تعد تصدر من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. آلاف اليمنيين الأمريكيين وعوائلهم عالقون في بلدان عدة، جيبوتي ومصر والأردن وماليزيا ودول أخرى. البعض منهم ظل عالقا لسنين، وبعض الأسر مشتتة، جزء منها في أمريكا والبعض الآخر في تلك البلدان، يقفون بانتظار تحرك الجهات المعنية في الحكومة الشرعية للعمل على رفع اليمن من قائمة الحظر. إذن مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم، ومعنا أول متصل زيد ناجي نائب رئيس جمعية التجار اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك سيد زيد. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، وأشكر قناتكم الموقرة على تسليط الضوء على معاناتنا.
أهلا بك يا سيد زيد. يعني لو تضعنا في بداية الحلقة عن الصورة الكاملة حول هذه القضية، يعني كونك نائب رئيس جمعية التجار اليمنيين وأيضا لك تفاعل كبير في هذه القضية. أخي الفاضل، وصل الرئيس ترامب إلى رئاسة البلد عبر دغدغة مشاعر شريحة كبيرة من المجتمع ترى بأن المهاجرين أخذوا ما لهم، وأثناء حملته الانتخابية قام بإطلاق الكثير من الوعود، وفور وصوله إلى السلطة لإبقاء أو لنيل رضا هذه الشريحة الواسعة التي معظمها يتكون من الأمريكيين ذو البشرة البيضاء، لإبقاء لنيل رضاهم وعلى أمل أن يواصلوا دعمهم له، قام بإصدار هذا القرار. قام بإصدار قرار عمليا يمنع دخول المهاجرين من عدة دول منها بلادنا. في نسخته الأولى صار المجتمع الأمريكي عن بكرة أبيه كون الأمر جديد، ورفعت على الكثير من الدعوات، بل إنه في نسخته الأولى كان قد أثر على أصحاب الإقامات، لكن بسبب الثورة التي تمت وبسبب القضايا التي رفعت أسقط القرار الأول، فقام بتعديله وأتى بقرار آخر. ما التعديل يعني ما الذي تغير في القرار الثاني؟ بعض الإشكاليات البسيطة أو المداخل القانونية التي بسببها أسقط القرار الأول، قام بتعديل معظمها شكلية لكي يمر القرار في المحاكم ولكنه أسقط. فأتى بقرار ثالث وهو قرار أكثر تماسكا ولبى مخاوف الكثير من القضاة، لكنه أيضا أسقط 4 مرات في المحكمة الابتدائية. هناك قضيتين رفعت في هذا ضد هذا القرار، وحصلت على 4 أحكام لصالحنا في المحكمتين الابتدائيتين في شرق البلاد وغربها، وأيضا عندما استأنفت إدارة الرئيس في المحاكم الاستئنافية أسقط القرار. وحاليا القضية إحدى هذه القضايا المحكمة العليا تنظر فيها أو نظرت فيها في 25 أبريل، وحاليا ننتظر حكم في هذه القضية التي الحكم فيها سيصبح القانون المعمول به. نعم، لكن يعني اتخاذ هذا القرار هل جاء من باب كما أشرت أنه يعني تنفيذا للوعود التي طرحها في برنامجه الانتخابي، أم أنه يعني حفاظا على الأمن القومي كما ذكرت وزارة الخارجية في مسألة فيما يخص اليمنيين؟ يعني وبعض الدول هناك يعني الوثائق المقدمة تكون غير يعني معتمدة رسميا بسبب أن الأمن القومي لم يعني يصادق على هذه الأوراق والجوازات. موضوع كون الأمر يتعلق بالأمن القومي هي ليست سوى لعبة سياسية لتقديم القرار لكي يمرر ويعبر التحديات القانونية. في الحقيقة إن اليمنيين الأمريكيين ومعظم الدول المشمولة في الحظر لم تحدث أي جريمة من قبل أحد أفرادهم. كذلك موضوع التحقيق وفي الهويات والقادمة من تلك البلدان، هناك إجراءات إدارية شديدة وقاسية جدا. حتى فيما يخص اليمني الأمريكي معظم القضايا أصبحت فيها DNA testing، يعني تحاليل DNA على لإثبات العلاقة بين الأمريكي وقريبه. فهذه موضوع الأمن القومي ليس إلا لعبة سياسية تغطي الهدف الحقيقي من هذا القرار، وهو إبقاء المهاجرين خارج هذه البلد، لأن الشريحة التي صوتت وتصوت وتدعم الرئيس الأمريكي الحالي تظن بأن المهاجرين القادمين من كل البلدان يأخذون ما لهم.
نعم. إذا يعني منذ أن أتى هذا القرار أشهر عديدة يعني على صدور هذا القرار، ولكن يعني نتساءل هنا عن دور الحكومة. يعني القرار كما واجه من ضغط شعبي كبير، عدل مرتين، لكن هذه هي تحركات الناس. بينما بالنسبة لحكومتنا، الحكومة الشرعية، ما هي تحركاتها حيال هذا الموضوع أو هذه القضية؟ للأسف الشديد، مع أن اليمني الأمريكي يعتبر شمعة تنحرق لتضيء العشرات من خلفه في اليمن، كل يمني أمريكي في أمريكا عمليا يعول العشرات من أسرته المقربة وجيرانه وأصدقائه. لكن للأسف رغم أهمية هذا الأمر للاقتصاد الوطني، ورغم أهمية في كوننا في حرب، وأهمية ما يضخه اليمني الأمريكي من سيولة إلى الاقتصاد، إلا أن لم نرى وللأسف الشديد أي تحرك يذكر للحكومة اليمنية. ذهبنا إلى واشنطن وتحدثنا مع السفير أحمد عوض، وكان كمعظم الأساس اليمنيين يمنحنا ما نسمع من الكلام، ولكننا للأسف لم نرى أي أثر لما قاله أو ومن خلفه وزير الخارجية اليمني، لم نرى أي تحرك. وقد قيل لنا عندما طرقنا أبواب الأمريكيين إن لدى الحكومة اليمنية عدد من النقاط، إذا قامت بتنفيذها سوف تخرج اليمن من القائمة المشؤومة. واليمنيين الأمريكيين في كل مكان يتساءلون مصيرنا الآن، ما الذي يضمن لنا إن مصيرنا الآن في ظل التوارث وفي ظل الفساد الموجود في وزارات الحكومة الشرعية وخصوصا وزارة الخارجية، ما الذي يضمننا إن حياتنا ومصيرنا ليست مهملة على طاولة؟ طيب سيد زيد، يعني نتساءل عن النقاط التي قلت، يعني ربما لو الحكومة أو السفارة نفذتها يعني سيتم استثناء اليمنيين من هذا القرار، ما هي هذه النقاط كي يكون المشاهد على اطلاع بها؟ نحن لا نعرف بشكل بالتفصيل ما هي النقاط. كان لنا حديث مع السفير سابقا، وقال من ضمنها جوازات أصدرت من قبل الميليشيات الانقلابية، وكان لدى الحكومة الأمريكية كان مشكلة معها. كذلك هناك الكثير من النقاط. نحن لا نطلب من الحكومة اليمنية ومن الشرعية أن ينزلون لنا القمر، نحن نطلبهم بأبسط الأمور، يخبروننا ما الذي يحدث. نحن في ظل الظروف وفي ظل معرفتنا بالمسؤول اليمني ومعرفتنا بالبيئة اليمنية، ليس لنا إلا أن نستنتج بأن مصائرنا طابعة فوق طاولة أحدهم في وزارة الخارجية. كل ما نريده وأتمنى من خلال قناتكم هنا أن يصل أصواتنا إلى المسؤولين، كل ما يريده اليمني الأمريكي هو أن يعرف ما هي النقاط وماذا قامت به الدولة لتحقيقها. أخي الفاضل، أبناؤنا اليوم، أنا أعرف أسرة في ثلاثة أجزاء من العالم، في ولاية ميشيغان طفلين، وفي جيبوتي الأم والبنت، وفي نيويورك الأب وولده الكبير يشتغل في متجر، ومثله آلاف الأسر. وصلنا أحدهم زار جيبوتي وقال الناس تبات في السطوح لأنهم أضحوا هناك لسنوات وليس لديهم تكاليف، أو يريدون أن يوفروا تكاليف فواتير الكهرباء لكي يتيح لهم الوقت البقاء أكثر في جيبوتي. أين حكومتنا؟ لا، نحن نعرف أن الوضع متأزم وأن اليمن في حالة حرب، ولكن اخبرونا ماذا صنعوا. ونحن نعلم أن هي عبارة عن تحركات بالفعل، يعني تحركات دبلوماسية يعني المفترض أن تقوم بها الحكومة ولن تكلف عليها شيء كما قلت. ولكن أسألك هنا سؤال أخير، يعني سيتم النطق بالحكم الذي تم رفعه للمحكمة العليا الأمريكية في أواخر يونيو المقبل، يعني ما توقعاتكم لنتائج هذا القرار؟ شخصيا أنا من المراهنين
على مبادئ وقيم الأمريكيين. هذه البلد تسود العالم ولم تسودها من فراغ، هي سادتها لأن هناك أناس كثيرون يمارسون مبادئها وقيمها. والحكم على البشر، والحكم على البشر بأي شيء عدا ما يبدر منهم هو أمر يخالف كل ما نعرفه عن أمريكا. وإن سمح له بأن يكون أمريكا ذاهبة في الاتجاه الخاطئ، شخصيا أنا متفائل بأن الحكم سيكون لصالحنا. لكن الكثير من المحللون خصوصا في فترة ما بعد تداول الجلسة يرون عكس ذلك، خصوصا وإن تركيبة المحكمة العليا في هذا الوقت هي تركيبة مائلة نحو المحافظين، والمحافظين هم الشريحة التي تدعم الرئيس ترامب. المحكمة العليا هي السلطة العليا ولديها صلاحيات واسعة، والقضاة الذين يمثلون أو الذين هم فيها ليس لديهم شيء يخافونه. السياسة لا دخل لها في الأمر، وهؤلاء هم أناس مشهود لهم بتاريخهم ناصعة. فأملنا أن يفعلوا ما يجب، وسأظل أشكرك من المؤمنين بأنهم سيفعلون، خصوصا وقد صدرت في هذه القضية حكمين لنا، في الحكم في المحكمة الابتدائية وفي المحكمة الاستئناف. نعم، أشكرك جزيل الشكر زيد ناجي، نائب رئيس جمعية التجار اليمنيين في أمريكا. متصل آخر، عبد الله الجهيم من مصر. سيد عبد الله مساء الخير. سيد عبد الله هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بعبد الله الجهيم. نذهب الآن لمشاهدة مجموعة من المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب، نستعرضها سويا. بالنسبة لما حدث يوم 25 أبريل الماضي في المحكمة العليا في واشنطن، فهي كانت جلسة لمناقشة قرار كان ضد قرار ترامب القاضي بمنع مواطني 6 دول من دخول الولايات المتحدة، منها 5 دول عربية وإسلامية. المؤيدين للقرار يرون أنه يحفظ بلادهم، لأن هذه الدول غير مستقرة وقد يأتي منها إرهابيون. والمعارضون له يرون أنه قرار عنصري، بحكم أن أغلبية الدول غالبية سكانها من دين معين. بالنسبة لما حدث من تصريح لسفيرنا في واشنطن حول موضوع توضيح أن الجوازات بيد الشرعية وما إلى ذلك، شخصيا لا أرى أنه يغير الوضع شيء. القائمة تحتوي على الآن 5 دول أو 6 دول، 5 دول منها عربية إضافة لليمن، سوريا وليبيا والصومال وإيران وكوريا الشمالية. كان موجود في القائمة العراق وتمت إزالتها، تم إزالة العراق. القرار كان على 7 دول يوم أقر، تم إزالة العراق بسبب ضغط الحكومة على وزارتي الدفاع والخارجية وضغوطهم، لأن الحكومة بتساعد في حرب داعش وغيرها، وتم إزالتها. الضغط يكون من الحكومة، قرار السفير لن يغير في الوضع شيء. رسالتي إخواني الكرام هو موضوع العالقين اليمنيين اللي في جيبوتي وغيرها بسبب القرار حق الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. للآن إخواني الكرام صراحة لم نشوف أي رسالة أو أي كلام من الحكومة الشرعية. يا رئيس عبد ربه، أنت والحكومة حقك اللي جالس في الرياض، أسألكم بالله أنتم حكومة إيش؟ لماذا لم تتكلموا وتشوفوا حل للعالقين اليمنيين؟ سدوا تعملوا حل بينكم أنتم والحكومة الأمريكية. حرام عليكم، الناس في جيبوتي خاصة في جيبوتي باعوا كل شيء في اليمن، في أراضي، بيوت، سيارات، كل شيء باعوا وذهبوا إلى جيبوتي من أجل يخلصوا الأوراق، من أجل يخلصوا المعاملات حقهم يدخلوا أمريكا. بس بسبب القرار هذا منع أو أجل بعض المعاملات أو أخرت بعض المعاملات بسبب القرار. ليش ما تقوموا كيد واحدة وتوصلوا الرسالة واتصلوا مع الحكومة الأمريكية مثل ما الحكومة العراقية وشان العراق من الحظر هذا؟ إذن مشاهدينا نستكمل في استقبال اتصالاتكم. معنا متصل عبد الله الجهيم عاد مجددا. عبد الله مرحبا بك. اهلا، حياك الله اخي شاب. اهلا سيد عبد الله، يعني تحدثنا من اين؟
أنا أحدثك من مصر. نعم أهلا بك. نتحدث اليوم عن قضية المغتربين اليمنيين في أمريكا والأضرار التي لحقت بهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني لو تحدثنا عن آخر المستجدات بخصوص هذا القرار. فعلا هو يعني كما ذكر الأخ زيد، وأشكر الأخ زيد يعني شكر جزيل، هو يقوم بأعمال يعني جبارة هناك في جميع الولايات والحملات. ثاني شيء احنا يعني نشكركم جزيل الشكر على البرنامج، على طرحكم البرامج المواضيع المهمه هذه. ثانيا احنا هنا انا يعني وعائلتي والكثير من اليمنيين في مصر عالقين لفترات طويله يعني تتعدى الخمسه والسته اشهر والبعض اكثر من ذلك. نعم. فإذا الانتظار في المستقبل يعني مجهول. يعني عانينا وما زلنا نعاني من ظروف صعبه في السفر والمعيشه والسبب القرارات الرئاسية الأمريكية التي حرمت الكثير من اليمنيين الأمريكيين لم شمل مع أهاليهم يعني يتشتتوا في عدة دول. كما يعرف البعض أن الكثير من الأمريكيين والشخصيات البارزة والمنظمات الحقوقية وبعض من المحاكم الأمريكية وقفت ورفضت هذه القرارات واعتبرتها قرارات عنصرية ودستورية، وهي كذلك، ووقفتها بعض المحاكم أكثر من مرة، ولكن الحكومة الأمريكية استأنفت كون القرار هدفه هو أمن البلد حسب قولهم. نعم. ورفعت هذه القضية أخيرا إلى المحكمة العليا الذي هي سوبرين كورت يعني، وتم استماع في القضية والنظر فيها قبل أسبوع أعتقد كذا، والقرار الأخير يعني يصدر في نهاية شهر يونيو اللي هو الحكم في القضية. توقعاتكم سيد عبد الله، يعني ما هي توقعاتكم حول الحكم الذي سيصدر في يونيو؟ والله صراحة الحكم يعني احنا بنثق ومبادئ يعني الشعب الامريكي والحكومات الامريكية، الى ان هذا القرار يعني واضح وضوح الشمس انه قرار عنصري ولا يعني وليس له اي دخل بالامن كما يزعم هذا الرئيس وحكومته، لانه هي اصلا التشديدات الامنية في امريكا ما هي سهلة حتى من قبل ما يجي هذا الرئيس، هو مجرد انه يوفي بما وعد في حملته الانتخابية، وهو يعني كانت عنصرية من حد ما بدأ لما وصل السلطة. فقط أما الأمن فهو في تجديدات يعني قوية جدا في البطارات على اليمنيين وعلى غيرهم من قبل ذلك، وما فيش لو تنظر للدول اللي هي في القائمة يعني مغلبة الدول ما فيش ما صدرش من مواطنيها أي مشاكل في أمريكا. نعم. طيب يعني بالنسبة لكم أنتم العالقين في الكثير من الدول منها جيبوتي ومصر، يعني ما هي أوضاعكم؟ والله أوضاعنا زي ما قلت لك المعاناة والسفر والمعيشة والتشتت في البلد هي يعني فعلا صعبة، والأصعب من ذلك هو المستقبل المجهول. يعني أنت يعني مغلب الناس هنا عالقين ومش عارفين يعني إيش منتظر لهم. طيب يعني هل لمستم اي تفاعل من الحكومه، سواء يعني في الاماكن التي تتواجدون بها او في مساله القرار بشكل عام؟ ابدا ما. نعم، يبدو اننا فقدنا الاتصال بعبد الله الجهيم. متصل اخر معنا، مجيب الربيعي. مجيب مرحبا بك. مجيب هل تسمعني؟ مجيب هل تسمعني؟ معك محمد طاهر حمزة. محمد طاهر حمزة، أهلا بك سيد محمد. تحدثنا من أين؟ من أمريكا. من أمريكا، أهلا بك سيد محمد طاهر. نتحدث اليوم عن قضية المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وأثار القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي عليهم، يعني حدثنا عن آخر المستجدات بخصوص هذه القضية. كما تعلمون يعني القرار هذا ضر كثير من العوائل. أنا عائلتي عالقة في جيبوتي وكثير من العائلات، وهذا القرار في حد ذاته هو ظلم وهو غير دستوري، ولذلك قاموا معنا كثير من المحاميين والحقوقيين نشكرهم على ذلك. نعم. والمشكلة الوحيدة التي شفناها أنه حكومتنا ما قامت مثل ما قام بعض المحاميين، يعني لو قالوا صوتهم ويعني
يدوا الواجب اللي عليهم أو نص الواجب، نقول ليس الواجب كامل، يدوا نص الواجب اللي عليهم. إن شاء الله دولتنا ستلغى من هذا القرار، لأنه لو شفنا اليمنيين بشكل عام ما فيش واحد منهم يعني متورط في العمليات الإرهابية. تشوفهم ناس يعملون 12 ساعة 7 أيام، نعم، تحصلهم يعني مجتهدين، يرسلوا أموال لأقاربهم، ومع ذلك لا ما عندهم فراغ يعملوا من هذه الترهات. نعم، طيب يعني ما هو دور الحكومة الشرعية والجهات المعنية بهذا الخصوص؟ الحكومة الشرعية أنا في نظري نحتاج منها لا دهبة قليل بس، يقولون هؤلاء الناس ليس إرهابيين، لأنه من جملة المعادر حقهم هنا، نعم، على أن الحكومة اليمنية غير متعاونة وأنها لا تعطيهم معلومات عن الأشخاص هؤلاء، هل هم يعني إرهابيين، هل تعرفهم، هل عندهم معرفة بهذا الشخص؟ وهذا الشيء يعني واضح، خاصة الأطفال والنساء، الأطفال والنساء من المستبعد أن يكونوا خطر على الأمن القومي الأمريكي. نعم، لكن أعتقد ليس من المنطقي أن يعني أن تقوم الحكومة بالتعريف على كل مواطن يدخل، وإنما يجب منها تحرك أكبر من ذلك، وهو يعني مخاطبة الجهات ب أو وضع الحلول. يعني هناك اشتراطات معينة وضعتها الحكومة الأمريكية على الجهات اليمنية من أجل تجاوز اليمنيين، ربما لو حققوا هذا الجانب كانت حلت القضية. يعني أنت سيد محمد، يعني هل لديك عالقين خارج الولايات المتحدة؟ أنا عندي عالقين، زوجتي وبنتي وابني الصغير في جيبوتي، عندي أنا الآن في أمريكا 2 أطفال في ولاية غير الولاية اللي أنا فيها في ميشيغان عند ابن عمي، لأنه ما أقدر أرعيهم لأنهم صغار في السن. أنا عندي طفل الآن عمره 17 سنة معي الآن في نيويورك. أنا أصبحت أسرتي مشردة أو كما تقول مقسمة. لازم يعني تتحرك حكومتنا الشرعية علشان يلغوا هذا القرار أو يلغوا اليمن من هذا القرار، وهذا شيء أنا أفكر أنه بسيط عليهم. نعم، طيب يعني هناك الحكم يعني في المحكمة العليا الأمريكية سيصدر على التعديل الثالث في أواخر يونيو المقبل، يعني ما هي توقعاتكم؟ توقعاتي إن إذا كان في دور من الحكومة الشرعية إن شاء الله ستلغى اليمن من هذا القرار. والشيء اللي نعول عليه كثيرا هو عدالة البلاد هذا وخاصة الشعب والحقوقيين فيها، تحصلهم يعني انهم معانا ومع قضيتنا ومتفاعلين معانا بشكل كبير كبير جدا، ونشكرهم على ذلك. نعم، لكن هل هناك وعود من الحكومة انها ستتحرك خلال الايام القادمة او قبل ان يصدر هذا الحكم، ام انه يعني لا يوجد اي وعود من الجانب الحكومي؟ للأسف إلى الآن ما شفنا منهم إلا شيء بسيط، يعني تحرك بسيط غير مجدي. نعم، إذن رسالة تحب قولها من خلال برنامج المنصة. أحب أقول يعني إن شاء الله أن هذا البلد فيها عدالة، وخاصة لمن يتحرك يعني لجلب الحقوق هي في هذه البلد، لأنه عندما الإنسان يسكت في أي بلد سيخسر حقه، لكن عندما يتحرك ويقول أنا هنا سوف يعطى له الحق، وخاصة في هذا البلد. أشكرك محمد طاهر حمزة، متصل كنت معنا من أمريكا. متصل آخر معنا مجيب الربيعي. مجيب، مرحبا بك. حياك الله أستاذ عمر، وشكرا جزيلا على الاستضافة ولقناتكم الموقرة قناة بلقيس. أهلا بك سيد مجيب، تحدثنا من أين؟ أنا مجيب الربيعي، ناشط حقوقي هنا في الجالية اليمنية في نيويورك، ومدير مكتب المهاجرين لخدمات الهجرة. نعم، طيب مرحبا بك سيد مجيب، مشاركتك حول موضوع الحلقة. نتحدث اليوم عن معاناة المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير. والله يا عزيزي، قرار الحظر العنصري من قبل الرئيس ترامب قد سبب في تشتت الأسر اليمنية،
فمنهم في جيبوتي ومنهم في مصر ومنهم في ماليزيا والأردن. تجد اليمني في كل بقعة من بقاع الأرض مشتت بسبب قرار عنصري غير قانوني يتخالف مع الدستور الأمريكي نفسه. هذا القرار العنصري الذي تسبب في معاناة اليمنيين، فأصبح اليمني بين الحرب والحظر، الحرب في البلد والحظر في أمريكا، فأصبحوا مشتتين في كل بقعة من بقاع العالم. ولكن هذا نعم نقول أنه قرار تعسفي وعنصري من قبل الرئيس ترامب. ولكن كان شروط الخارجية الأمريكية من الحكومة اليمنية ممثلة بالسفارة اليمنية في واشنطن أن تتعاون معهم لإيجاد حل. هو سيد مجيب، يعني أنت كما تحدثت أنك تعمل في مجال التنسيق و لديك مكتب في تنسيق التأشيرات والأمور هذه، لكن يعني الاشتراطات التي وضعت من الخارجية الأمريكية هل هي معقدة بشكل كبير بحيث يعني لا تستطيع القيام بها الحكومة الشرعية؟ يعني حدثنا عن هذا الجانب. ليست معقدة أبدا. أولا ما هي، يعني وضحها للمشاهد. الطلبيات هي بس الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة اليمنية أن تجيب معلومات عن المتقدمين للفيزا الأمريكية. المعلومات كالآتي، يعني مثلا حسن السير والسلوك تكون صادرة من البحث الجنائي لدى الدولة، حسن السير والسلوك تكون موثقة من خارجية يمنية معتمدة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن يكون في جواز يمني معتمد من قبل حكومة معتمدة وموثقة فقط لا غير. اما انهم يقول لك الان تقدمين جوازات من صنعاء، تقدمين جوازات من مأرب، تقدمين جوازات من عدن، فين التصديق؟ يعني الحكومه، لكن بعضهم يعني قام بهذه الاجراءات ومع ذلك تم الرفض. لا الذي حصل استاذ عمر انه الحكومه اليمنيه ممثله بالسفاره اليمنيه هنا في واشنطن لم تتجاوب ولم تلبي طلبات الخارجيه الامريكيه من معلومات عن المتقدمين للفيزا الأمريكية، ومنها حسن السير والسلوك، ومنها التوثيق والتصديق للوثائق زي شهادة الميلاد وعقد الزواج. تحصل في عقد زواج من صنعاء وعقد زواج من عدن، فاختبطت عليهم الأمور، لا يستطيعوا أن يفرقوا أي أن يصدقوا من هذه الوثائق. فلذلك كان المفروض أن الحكومة اليمنية الذي تسمى بالشرعية أن تقوم بتلبية كل معلومات الخارجية الأمريكية عن المتقدم اليمني، ومن ذلك منهم نساء ومنهم أطفال ليس لهم أي علاقة في أي مشاكل ولا في أي حزب سياسي في اليمن. إذا كانت الشرعية اليمنية الحكومة والممثلة بالسفر اليمني هنا في واشنطن، إذا كانت تدعي الشرعية فكيف لا تستطيع تلبية الطلبات عن المتقدمين اليمنيين؟ ما تعليق الحكومة، ما تعليق السفارة على كل ما ذكرت؟ يعني هي أمور بسيطة كما وضحتها، ولكن يعني ما هو تعليق السفارة عندما طرح عليها هذا الأمر سواء من مواطنين أو من قبلكم؟ والله احنا تواصلنا مع السفير بن مبارك نفسه في السفارة اليمنية هنا في واشنطن. وتكلمنا معه وقال انه تم اخذ اسماء العالقين وانهم بيرفعوا يعني معلومات كشوفات الحكومة الامريكية، ولكن لا نستطيع، يعني لم يستطيعوا ايجاد الحل الوافي كما فعلت السودان وكما فعلت دولة العراق. ايش الفرق بين حكومة شرعية باليمن وحكومة العراق وحكومة السودان الذي استطاعين إخراج دولهم من الحظر العنصري التعسفي؟ فلذلك إذا كان حكومة شرعية، إحنا قلنا لها بالحرف الواحد، حكومة شرعية يتم فيها ضبط الجوازات من مكان واحد، إصدار آلي واحد، وثائق معمدة من خارجية واحدة. فلذلك الحكومة الأمريكية ما بيش عندها أي مانع لو تساعدت السفارة اليمنية مع الحكومة الأمريكية لوجد الحل، وهذه المأساة والمشاكل انها يعني اتضحت وانها انحلت. لكن لم يكن في تجاوب مع الحكومة الأمريكية، ما فيش تجاوب بالشكل المطلوب، الوثائق الجوازات. احنا لما تواصلنا مع الحكومة الأمريكية ومع الخارجية بالأجدى الحكومة الخارجية الأمريكية يقولون ان الوثائق هذه صدرت من عدة اماكن، فلم يستطيعوا، يعني لازم يكون في مصدر آلي شرعية. يعني افهم منك ان القرار بشكله العام يعني وتحديد هذه الدول يعني لم يكن تعسفيا، وانما المشكله في الانظمه، وهذه الدول يعني كانت السبب الاكبر في تضرر مواطنيها. نعم نعم، احنا عملنا بالاسباب هنا من ناحيه
قانونية أو حقوقية أو إنسانية. فقمنا في المظاهرات وأغلقنا محلات التجار هنا اليمنيين في نيويورك بالخصوص وفي الولايات المتحدة الأمريكية عامة، وتواصلنا مع أعضاء الكونغرس الذي هم قيمة ثلو كل ولاية، وعملنا بالأسباب كلها أن نقول أن هذا القانون أو أن هذا القرار قرار عنصري، يعني فيه تمييز وفيه عنصرية من قبل الرئيس ترامب. ولكن الآن دور هذا عملناه كله، الآن دور الحكومة اليمنية ممثلة بالشرعي، الحكومة اليمنية الآن مسؤولة جزء كبير من المسؤولية لا بد أن تتحمله لإيجاد حل لهؤلاء العالقين الذين أصبحوا مشتتين في كل أشكرك. مكان. أشكرك سيد نجيب الربيعي، وضحت فكرتك. كنت معنا من أمريكا. معنا متصل آخر، محمد عطية، سكرتير عام اتحاد الجالية اليمنية في كاليفورنيا. مرحبا بك سيد محمد. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وشكرا على الاستضافة في قناة بلقيس وفي برنامج المنصة. يا مساء النور، أهلا بك. نتحدث اليوم عن معاناة المغتربين اليمنيين في الولايات، المواطنين اليمنيين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الأضرار التي لحقت بهم بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مشاركتك حول الموضوع. حقيقة الأضرار التي لحقت باليمنيين العالقين خارج الولايات المتحدة، جيبوتي، مصر، ماليزيا كبيرة جدا، على من ناحية مادية أو من ناحية نفسية، فرقت بين الأسر، وكذلك الجميع منتظر مستقبل مظلم ويعني وعود مجهولة لا يعرفون إلى أن تصبهم الأمور. الذي حدث بالضبط أنه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت 3 قرارات مرفوضة اعتمدت في أساسها على هاجس الأمن والخوف من الدول التي فيها نزاعات مسلحة وقضايا إرهاب، وعليه كان هذا هو الدافع الأساسي. اليمن للأسف وقعت تحت أو ضمن هذا المجموعة من الدول التي هي 6 الآن. الحكومة اليمنية كان دورها ضعيف جدا، وكانت تستطيع أن تقدم للمواطن اليمني الكثير من أجل وضع بعض الحلول التي يمكن أن تصل بنا إلى إخراج اليمن من ضمن قائمة هذه 6 دول. نعم، لكن يعني الاشتراطات التي وضعتها الخارجية الأمريكية على السفارة اليمنية وعلى الخارجية اليمنية، يعني هي تؤكد أنه لا يوجد تعسف في الموضوع، وإنما يوجد غياب للدولة اليمنية في بعض الإجراءات. حقيقة للإجابة على هذا السؤال، أنا مواطن أمريكي أعيش في الولايات المتحدة منذ قرابة 17 عام. الحقيقة أن الهواجس الأمنية للحكومة الأمريكية دوافع ذاتية، ليست مجرد دعايات انتخابية وعد بها ترامب كما ذكر بعض الأخوة. أختلف تماما مع هذا النقطة. الحقيقة أننا بدون عواطف، اليمن كنظام وكدولة نظام مترهل ضعيف. أي شخص بمقدوره يحصل على بطاقة أو على هوية أو على جواز سفر من أي مكان، وعليه طلب الحكومة الأمريكية أعطونا نظام مؤسسي حكومي معتمد ننظر فيه ونطلع عليه أن البيانات تكون صحيحة. إذا الحكومة تستطيع، وليس بمعجزة الأمر، كل الأمر أن تشكل مؤسسة، يكون مثلا جوازات أو إصدار هوية في إحدى المدن المحررة، يكون فيها إشراف من الجانب الأمريكي أنه هنا معلومات دقيقة نتحرى فيها المصداقية. وأنا أؤكد لك لو حصل هذا الشيء أن الأمور ستحل بشكل كبير جدا، لكن هذا ما لم تصل إليه الحكومة الشرعية للأسف. نعم، طيب هنا سؤال أخير، يعني سيتم النطق بالحكم بعد التعديل الثالث والذي رفع للمحكمة العليا الأمريكية في أواخر يونيو المقبل، ما هي توقعاتكم؟ أريد قبل توقعي حول هذه النقطة أن أبين للناس ما هي المحكمة العليا. سبريم كورت. سبريم كورت هي أعلى مؤسسة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وما يصدر عنها من قرارات تكون ملزمة ولا يحق الطعن فيها. تتكون نعم. المحكمة الدستورية العليا من 9 أشخاص موظفين مدى الحياة، لا يخضعون لنظام المعاشات أو التقدم في سن العمر. الأمر الثاني أنه كان دائما يكون في توازن، رئيس المحكمة يكون ديمقراطي، الرئيس جمهوري، إلا هذه المرة من 23 عام الرئيس ديمقراطي، الرئيس جمهوري دونالد ترامب، ورئيس المحكمة العليا كذلك جمهوري. وعليه بعيدا عن العواطف للأمانة
أنا أتوقع هناك ستة من أعضاء اللجنة من أعضاء المحكمة الدستورية سويتون بنعم للقرار. لا أقول هذا من باب إحباط الناس، ولكن الحقيقة أن حكومتنا الشرعية يجب أن تضع كل قوتها وأن تشتغل بكل ما تستطيع من أجل إخراج اليمن وتقديم الضمانات، لأنه الأمور كلها تؤشر إلى أن الرئيس دونالد ترامب ومعه المحكمة الدستورية سيسعون لإقرار هذا القرار الذي في حظر الرعاية. وبالتالي الحل يعني هو في تقديم الضمانات والاستجابة للشروط من قبل الحكومة اليمنية. بالضبط، يعني ما أعتقدش أنها ضمانات يعني أو أمور مجحفة أو نقاط كبيرة لا تستطيع الحكومة القيام بها. بالضبط. نظام مؤسسي تستطيع من خلاله أن تتناغم مع تطلب يعني الشروط التي قدمتها الخارجية الأمريكية وتجعل مندوب يشرف عليها، يعني أمور يعني بسيطة جدا، فقط اعمل لك نظام أساسي ونظام كمبيوتر المعلومات تكون حقيقية دقيقة وتعرضها على الجانب الأمريكي وحليت المشكلة. كل الأمور حولنا كيمنيين، هنا في أمريكا كما ذكر بعض الأخوة اليمنيين يعني كلهم ما شاء الله يعني 99% ليس لديهم جرائم ولا مشاكل ولا فقط، وحتى في اليمن بس الحكومة الأمريكية تريد من الحكومة اليمنية ضمانات معلومات دقيقة، مش تدي لي وثائق أقدر أطلعها من ذمار وأطلعها من صنعاء وأطلعها من عدن وأطلعها من تعز بأسماء مختلفة. يريدون ضمانة وشغل الدولة، وهذه رسالتي من الآن عبر برنامج المنصة ومن قناة بلقيس إلى الرئيس عبد الرباه منصور هادي وإلى وزير الخارجية بأن يسارعوا، لأن الوقت ضيق جدا، معنا لنهاية جون حتى يتم إقرار القانون الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عليهم الإسراع بمواصلة الخارجية الأمريكية وضع النقاط وضع برنامج الذي يعني يخدم هذه النقاط لمساعدة اليمنيين العالقين، لأن خسائرهم كبيرة معاناتهم كبيرة والأمر كله يرجع إلى الحكومة اليمنية. نعم، إذا أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح محمد عطية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نكتفي بالاتصالات ونستعرض مجموعة من المنشورات التي كتبت عبر الفيسبوك حول موضوع الحلقة، لكن قبل أن نشاهد التعليقات السابقة هنا تعليق على البث المباشر مهم لأحد المتفاعلين أبو آدم يقول: باسمي وإخواني العالقين في جيبوتي نشكر قناة بلقيس وجميع الطاقم على حرصهم على نقل معاناة المغتربين، ونطالب الحكومة ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير الخارجية بالتواصل مع الحكومة الأمريكية حتى تنتهي معاناتنا في جيبوتي، ونرجو من وزارة الخارجية توضيح لنا ما العائق من عدم التعاون مع مطالب الحكومة الأمريكية. إذا مشاهدينا نتابع أيضا بعض التعليقات. هنا تعليق الأول من حساب باسم من أقصى الجنوب، يقول: هذا الحساب: مع الأسف واحترامي الشديد ما تسمى شرعية اليمن المتمثلة برئاسة الجمهورية هادي وحكومة بن دغر وملحقاتهم، ما هي إلا الوجه الآخر لعملة العصابة الناهبة للمناصب والمكاسب، والوجه الآخر أو الوجه الأول هو عصابة الحوثي، وعلى هذا يبدو أن إخراج اليمن من قائمة الحاضر صعب جداً مع وجود هذه المنظومة الفاسدة. إذن نتابع تعليق أيضا آخر، تعليق آخر لأحمد. أحمد يقول: للأسف الادعاء أن الحكومة الحالية لا تدير الهويات كان سبب عدم منح اليمنيين الفيز غير منطقي، حيث أن غالبية المتقدمين يحملون وثائق رسمية منذ ما قبل الحرب، وكانت السفارة الأمريكية في صنعاء، وبعد ذلك تم إلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة في 2016 من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. تعليق آخر لمحمد الطويل. محمد يقول: يا أصحاب المحلات في أمريكا اعملوا مظاهرة، وما تشوف سفير، أنتم السفراء لليمن، أما هذا السفير يزفروه بلاده ولا دور له ولا عمل. إذن نكتفي بهذه التعليقات التي كتبت على صفحات البرنامج. مشاهدينا في الختام أشكركم جميعا على تفاعلكم واتصالاتكم، وأيضا تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل عمر النهمي، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.